أريد معرفة الأذان الثاني للجمعة، هل هو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أم عن الصحابة؟ وليس بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأذان للجمعة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان الخطيب يصعد المنبر فيؤذن المؤذن، ثم يخطب الخطيب خطبته، ثم تقام الصلاة. هذا الذي كان على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما جاء عثمان رضي الله عنه أمر مؤذنه يؤذن على الزوراء قبل اقتراب الجمعة بمدة حتى يتفطن أهل السوق لاقتراب وقتها. فالأذان الثالث بهذا الاعتبار، يعني عندنا أذان أثناء صعود الخطيب والإقامة اسمها أذان. الأذان الذي هو قبل الجمعة بنصف ساعة أو بساعة ما صنعه الرسول، إنما صنعه عثمان على الزوراء لتنبيه أهل السوق على اقتراب الوقت، والله أعلم.